بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وقال وزير الداخلية إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر المجيد.